ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بدأت دول إفريقية عديدة تتنافس لتفادي نقل القوة العسكرية الأمريكية إلى المغرب، حيث قررت السنغال بفعل التطورات الأخيرة التي كرست العلاقات الدفاعية الأمريكية مع المغرب القبول بتوسيع دورة أفريكوم على أراضيها والسماح بكل العمليات الأمريكية دون تحفظ كي لا تنتقل إلى المغرب. وأشارت مجلة الأسبوع الصحفي إلى أن قدرة البنتاغون على العمليات الخاصة ستزيد بغرب إفريقيا ب 32% عام 2021، كما دفعت باريس باماكو عاصمة مالي إلى اقتراح قاعدة أمريكية عوض الداخل على الأطلسي لتعزيز دور الولايات المتحدة في المنطقة وعدم استئثار المغرب بقيادة أمريكية واسعة لغرب إفريقيا ومن ثم الساحل، لأن المهم لدى باريس عدم تحويل المعادلة إلى اقتسام إفريقيا الأطلسية لأمريكا وعمقها لفرنسا. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.